هل السواك أثناء خطبة الجمعة جائز؟ وهل الذي يستاك أثناء الخطبة ينطبق عليه قول الرسول من لغى فلا جمعة له؟ من لغى فقد لغى. ومن لغى فلا الأولان لا يستاك وقت الخطبة، لأن نوع من العمل نوع من العمل فلا يستاك حتى ينتهي، لأن مأمور بالإنصات، فلا يقوم يصلي ولا يقرأ ولا يتكلم مع أحد ولا يعبث الحصى ولا بثيابه، ينصت يقبل على الخطبة. المقصود من الخطبة من المقصود؟ المقصود من الحاضرون، المقصود من الخطبة بعض الحاضرين، فمشروع لهم الواجب على أن ينصتوا وأن يستمعوا لما يقال حتى يستفيدوا. فلا يستغل لا بالسواك ولا باللحية ولا بنفس الحفرة ولا بالقراءة.